كبيرة جديدة، تا كيفية طي الملابس بطريقة منظمة، معناتها طول الحوايج تاعكم يجوا في نيفو واحد، معناتها ماشي وحدة صغيرة واحد صغير واحد طويل واحد قصير، سما كيجوا يجوا في نيفو واحد واحد فوق الآخر، منها المخزنة تاعكم تكون منظمة. ونعطيكم تاني في هذا الفيديو طرق كيفاه اللي عندهم الضيق كيفاش يطبقوا الحوايج ديالهم وكيفاش ينظموهم بالنسبة للتريكوات لي بلي مونش مونش لون ولا دومي مونش ولا سراول لي بيجاما وسراول تاع الجيم. تابعوا الفيديو حتى النهاية باش تشوفوا كيفاه تكون هاد الطريقة وكيفاش تجيكم سهلة. كما قلت لكم الفيديو تاع اليوم خاص بطريقة الطي، معناتها كيفاش تطوي حوايجك ولا تبقيهم باش يجوا منظمين وفي نيفو واحد. انا واش حنستخدم، نعاود لكم، انا استخدم هاد لاجوندا اللي راكم تشوفوا فيها. بالنسبه اللي ما عندهاش هاد لاجوندا واش تستخدم، تستخدم لابلونش، ولا ما عندكش لابلونش معليش ديري كرطونه هكا ما تسحقيهاش ولا تاع شريتي كشروبو ولا الحصول تكون هكذا مستطيل الشكل. دوك نوريكم كيفاش حنبدا نطبق فيهم. كما راكم تشوفوا هاد التريكو بلي مونش، هاوليك قلت لكم نبدا لكم بتريكوات تاع لي مونش مونش لون، ومن بعد دومي مونش، ومن بعد لي بيجاما و سراويل تاع الجيب. بسم الله كما راكم تشوفوا نحط التريكو ديالي هكذا، هاي كيفاش نحط سوا لا بلونش سوا لاجوندا، هذه نحطها هكذا هاي ليك نحطها هنا وين في الكول كما راكم تشوفوا من الفوق باش تجيك سهله تنحيها كي تبقي الحوايج. واش ندير، نشد الكوتي لي منا بسم الله هاوليك نطويه طويه الاولى نجيبو لهنا، وهاد اليده تاني نجيبها معاه هاي ليك نديرها هكذا، والكوتي تاني الدوزيام هاوليك نفس الطريقه هاي ليك شوفوا معايا هاوليك شوفي كاش ندير يدي هكذا ونجيبو، ومن بعد نجيب تريكو ديالي هاي ليك نحي لاجوندا ولا لابلونش اللي راني نخدم بيها. شوفوا كاش يجي مطوي مليح، نطلع لك هنا باش تشوفوا مليح. شوفوا كاش يجي مطوي، يجي ما شاء الله هاوليك. وانتي كيفاش تحكمي بالطويه ديالك، هذه اذا ما عندكش بزاف الضيق تقدري تطويها هكذا على زوج، الى عندك الضيق تقدري ديريها على ثلاثه. كيفاش ديري نفس الطريقه، ما تقلقوش دوك نعاود لكم الطريقه مع تريكو واحد اخر. كيما درتيها بهذيك لا بلونش ولا بلاجوندا ديالك تطويها برك على ثلاثه، الطويه الاولى تنقصي برك في النيفو هذاك تاع الطويه، الطويه الاولى الطويه الثانيه والطويه الثالثه وتجيك شويه ناقصه هاوليك. شتو مع الاول كان لهنا تريكو تاعنا كان طويل لهنا، بصح دوكا راني نقصت له في الطويه كما راكم تشوفوا. ها نعاود لكم بلا بلونش ولا لاجوندا ديالنا هاوليك، فتحت تريكو كما راكم تشوفوا، نحط لاجوندا ديالي هايليك هايليك شوفوا هاني ها شوفوا وين حطيتها مليح كيما الكول، ومن بعد نشدها هكذا نخليها في مكانها. واش ندير، نشد تريكو ديالي من هذه الجهه نطويه، ومن بعد اليد ثاني نعاود نردها لهذه الجهه كيما راكم تشوفوا، ونزيد الجهه الاخرى بنفس الطريقه هايليك هايليك. نوريكم نعاود نوريكم اليد كيفاش ديروا لها، هاكا تحطوا يدكم هكذا هاي ليك تجيبوها هكذا، من بعد تشدوا تريكو ديالكم كيما راكم تشوفوا هاي ليك، تنحوا لاجوندا تاعكم كيما راكم تشوفوا تنحى بكل سهوله هاوليك، ويجي تريكو تاعكم مطوي مليح. نعاود لكم بتريكو واحد اخر باش تفهموا ثاني مليح، ومن طون تعاونوني في الطبيعه باش ما يضيقش خاطري هاوليك. تريكو واحد اخر سقموه مليح
هذا الخيط لازم يجي في مستوى واحد، تسمى ماشي واحد معوج واحد لا لا، هاوليك نجيبو في مستوى واحد. نعاود لكم، نتمنى ما نكونش ثقيل عليكم في هذا الفيديو وتكملوه للاخير. بسم الله، هاوليك نعاود نحط سوا لا بلونش كما قلت لكم، سوا لا جوندا، سوا الا كان كرتونه هكذا ما تسحقوها، شريتو روبو ولا ما ترمونوش الكرتونه، فصلوه كيما ان ريكتانغل ولا مستطيل وتقدروا تطلبوا به. هايليك بسم الله، طوية الاولى هايليك شدها منا، نحط هكذا، ومن بعد نزيد ندير منا هكذا، واليد ها شوفوا كاش نحط يدي، تقوش تروح مع يدي، ومن بعد هايليك نحي لاجوندا تاعي بكل سهولة كيما راكو تشوفوا، ويجيني التريكو مطوي مليح. شوفوا انا هادو نعقدهم هكذا، ها كيما راكو تشوفوا جانا مطوي بيان. نعاود لكم اللي عندهم الديك، واللي ما عندهاش لا بلونش ولا ما توفرت لها سوا لا بلونش سوا واسمها الكرتونه سوا هاد لاجوندا، واش ندير؟ نطوي انا كي عادتي بلا هادو، واش ندير؟ كما راكم تشوفوا نسقمو قبل مليح باش ما يخربليش المخزنه ديالي، و ميم طون يجي مسقم بيان. واش ندير؟ هايليك نشد نطوي الطويه الاولى هايليك، وهذه الطويه الثانيه هايليك، سيو كيفاش ما تلصقوهمش بيان. هايليك 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 كيفاش تجي، عفوا سمحوا لي، هايليك كيفاش تجي. نعاود لكم نسقمو، لازم يجي نيفو واحد هاوليك. انا نحب بالمناسبه نحب بزاف تريكوات كي يكونوا عرض، نحبهمش كي يكونوا مزيرين. هايليك طويه الاولى، ها نطوي الجهه هذه ونعاود نحطها عليها، واللي ما تعرفش كيفاش توزن منا لهنا توزن على حساب هذا المونش، على حساب العرض تاعو منا، ومن بعد تزيد دير هكذا. ها دوك تشوفوا هايليك، شوفوا تجي نفس العرض، ها فتحوا هكذا تجي نفس العرض، ومن بعد دير لها هكذا هكذا. هاو جاك تريكو ديالك. هادو كيما قلت لكم بالنسبه، ها شوفوا كيفاش يجوا، يجوا الحقيقه منظمين بزاف. هادو اللي عندهم مونشلون تقدروا تطبقوهم هكذا، كيما تقدروا تطبقوهم ديروهم كيما هكذا. شوفوا انا هذا نخليه للدار، سيرتو دافي، سيرتو هاد اليوم راهو شويه البرد. هاولي كيفاش ندير له كيما العاده كيما عودتكم، نحطو هنا كيما جهه الكل، ومن بعد نشد اليد تاعي نجيبها لهنا، ونشد الجهه الاخرى ونجيبها لهنا هايليك، من بعد نطويها كما راكم تشوفوا هنا طويتها ديريكتومون هايليك، ونزيد لها طويه واحده اخرى. هذه فاش نوتيليزيها هاد الطويه كيكون الضيق، ثاني تقدروا تيتيليزيوها هكذا، ولا كاين طويه واحده اخرى دوك نوريها لكم. هاد الطويه يعتمدوها سورتو اللي ما عندهمش خزانه يستخدموا هذيك لا شيفونيير، ولا عندهم مكان ضيق ما كاش فين الخزانه تاعهم يحطوها، ولا يستخدموا هاد الطريقه دوك نوريها لكم. كما قلت لكم كاين طريقه اخرى تقدروا تعتمدوها
بالنسبه للناس اللي عندهم الضيق اللي هي شوفوا كاش ديروا طبوها تقوش نورمال هاي اللي كنسييها لكم بهادي ومن بعد نسييها لكم بهاديك لا بلونش هاي اللي نعاود لكم ها نطوي الطويه الاولى هكذا ومن بعد قلت لكم تجي على حساب المونش ديالكم في الارض باش ما تتلف لكمش راني نعطي لكم كيفاه تجيكم هاي ليك كيما راكم تشوفوا ما حاولتش نلصق هذاك الفيت فيما بعضه ومن بعد واش ديروا شوفوا تبعوا مليح معايا هاي ليك الكل تردوه منا تبداو تطووا منا ثم تلووا الاخرى ديالكم التريكو تاعكم منا شوفوا هاي ليك تلووه هكذا بالعقل قولوا راكم ديروا بيسكوي غولي هكذا ومن بعد شوفوا تبعوا معايا مليح شدوا هذاك الدخلاني تاع تريكو باش يشد لكم تريكو ما يتفتحش هاوليك منها تريكو يشد وما يتفتحش ومنها ما يشد لكمش ما كان لا جوندا بسم الله هايليك نزيد نطوي هذه الجهه هايليك نحي لا جوندا تاعي بالعقل كما قلت لكم ما تجينيكمش كاع كونترير تساعدكم هاي ليك طويه الاولى هذه طويه الثانيه هذه وتجيكم هكذا دوكا نروحوا للتريكوات دمي مونش كملنا بمونش لونغ نروحوا للدمي مونش كيفاش نشدو شدو نورمال نغلقلو كاع القفالي كما راكو تشوفوا نغلقهم كاع باش الكول تاعهم يقعد واقف نعاود تغلقوا كاع القفالي باش الكول ديالكم يقعد واقف وما تصال ما يتعودش وثاني هنايا كما راكو تشوفوا ما يبداش ينسل واش معناتها ينسل ما يتفتت هذاك الخيط تاعو يتنحى كاع يتك ويولي حايل واش ندير له نفتحو نسقمو كما قلت لكم سابقا هاوليك نحط لاجوندا تاعي كما ها قلت لكم داير نحطها في الكول ومن بعد واش ندير هنا ما عنديش واش نردو لهنا مونش تاعي ماشي لو هنا نديرو ديراكتومون يكون دغوا نزيد الجهه الثانيه كما راكم تشوفوا واش ندير ها نوريلكم هنا تنحوها بالعقل علاه لاخاطش هذاك المونش شغل ما يتبدلش وما يتنحاش واش ندير نطوي الطويه الاولى بسم الله هاي ليك ها وليك تريكو تاعنا كيفاش يخرج شوفوا شحال لكم شوفوا كيفاش يخرج تريكو تاعنا نعاود لكم الطيه ها وليك نعاود لكم كيفاش طويتو قاعيتك نشد كما قلت لكم لا بلونش ولا اي حاجه عندكم تكون على شكل مستطيل نشدو هكذا كما قلت لكم يكون قبالة ما تردوش لهنا كما مونجلون تزيدوا ديروا نفس الشيء الكوتي دوزيام نرفدوه هكذا نحي هاد لا بلانش بالعقل ونجيبو لهنا شوفوا كاش يخرج تريكو تاعنا مطوي ها ندير لكم تريكو واحد اخر ثاني دمي مونش نفس الشيء هاوليك هذا تريكو تاع خويا هاوليك نشد لاجوندا كيما راكم تشوفوا نحطها هنا في الكار ندير نفس الطريقه اللي درتها في تريكو السابق هايليك نطوي لهذه الجهه نزيد الجهه الاخرى نرفد الكوتي لي منا نحي راني نعاود لكم باش ما يتلف لكمش نحي هاد لاجوندا ونطويها لهنا هاوليك كاش يجي تريكو تاعنا نطوي تما يجو في نيفو واحد هاوليك شوفوا شحال يجو ملاح والخزانه تاعكم ما تجيش ماشي مرتبه هايليك
نعاود لكم بالنسبه اللي ما عندهمش بلاصه كاش يديروا لهاد التريكو، يديروا نفس الشيء كما داروا في تريكو اللي وريت لكم مونشون المونش تاعهم لي مونشون نتشهاهم المونش تاعهم لون، عندهم مونش لون. ندير هكذا نحي الاخرى ديالي ونبدا نلوي ها ومن بعد هذاك لي منا واش ندير له، نشدو هكذا ونزيد هاد الكوتي نعقل تما باش ما يتفتحلناش التريكو تاعنا، وديروه هكذا تحطوه في لي كازي تاعكم ولا لي تيغوار تاعكم نتوما راكو حابين تحطوه، ديرو هكا ما يشدلكمش كاع ما كان. نعاود نتبقو كيما رانا رايحين نديرو المخزنه هاوليك، نعاود لكم هاي ليك الاولى هاي ليك الاولى الطويه الاولى، نزيد الطويه الثانيه ومن بعد نطوي لهنا حتى وين يخلص لي باش لي ما يعرفوش حتى وين يخلص لي الكاي ديالي، ومن بعد واش ندير نحي الكاي ديالي بالعقل هنا باسكو ما درتوش بزاف للكول، ومن بعد واش ندير ماشي نطويه هكذا لا لا باش ما تروحليش لا فورم ديالو، واش ندير له نطويه كيما بديت تريكو صح، بدو تحطوه هكذا ولا حبيتو تحطوه هكذا. نولي دوكا لي بيجاما هاوليك كما راكو تشوفوا هاد البيجاما ديالي انا هنا ما نستخدمش هاد لا بلونش، واش ندير هاوليك البيجاما تاعي كما راكو تشوفوا نطويه على زوج هاوليك ونسقمو كاع باش ما يجينيش معوج، ومن بعد راكو تشوفوا هذه اللي تجي هنا تجيبوها لهنا شوفوا تجيبوها هكذا، ومن بعد تشدوا الجهه تاعكم الاولى لهنا والجهه الدوزيام تجيبوها هكذا ويجيكم هكذا مطوي، وتعاودوا له هكذا باش ما يشدلكمش مكان. شوفوا نعاود لكم بسم الله هاوليك نشد السروال كما راني نشوف ها كما راكو تشوفوا نطويه على زوج ونفضو هكذا على هنا نفض فيه باش هذوك لي تري تسقمو كاع في بلايصهم، من بعد نسقمو منا باش ما يجينيش معوج، من بعد نشد هذه هاي لي ما تعرفش شحال تشد فيها تحط يدها هنا وين تحبس يدها تحبسها ما وين يدها تجيها تحبسها هاوليك نشد عليها هكذا باش ما تروحليش هاي ليك وحده هنا وين تخلص هذيك الطويه تاعك زوج دوري هكذا سقمي هكذا وهاي ليك الثالثه شوفوا كاش يجي، واللي ما تعرفش خافت تروح لها كيفاش دير كيما راهي طواتها منا خلاص سي بون هنا تنقص في الطويه واش دير ولا دير هكذا واحد زوج ثلاثة جهة طوية ثاني شابة نعاود تشديها هكذا كيما قلت لك ديري طوية ديالك هكذا ومن بعد تشديها منا ديري واحد هايليك ومن بعد من الكوتي اللي من هيه ديري زوج وين يتقاطعوا لك تعاودي تطوي وديري الثالثة تاعك مع لي بيجاما كيما راكو تشوفوا هاوليك واش ندير له نطويه على زوج هكذا من بعد نسقم له الاطراف ديالو ومن بعد نجيب هاد الجهه لهنا ونزيد هادي نجيبها هكذا ومن بعد نزيد لها هكذا من بعد نزيد لها هكذا شوفوا الطويه تاعكم كيفاش تجي منظمه الشكل تاعها بزاف شباب وما تشدلكمش بلاصه كي تحطوها في الخزانه شوف سورتو كي تطويهم كاع بهاد الطريقه يجي واحد فوق الاخر ما يجي واحد مايل ما يجي واحد صغير ما واحد كبير. نروحو دوكا لي جين
عندي طريقتين كيفاش تطووهم. الطريقه الاولى تطووهم هكذا، دوك نوريها لكم، والطريقه الثانيه ثاني نوريها لكم كيفاش تطوو بها. هما الطريقتين تقدروا تستعملوهم كيما الطريقه اللي راكم حابينها. ها هو اللي كنشد السروال ديالي كيما راكم تشوفوا، نغلقلو كاع القفالي بيان سور، من بعد نسقمو في لي كوتي، ومن بعد واش ندير، نجيب الرجل الاولى حتى لهنا هايديك، هنا وين كانت هذيك الاخرى اللي كنت نطويها لكم على جهه تحبسوا لتماك، نجيبها هكذا، ومن بعد الرجل الثانيه ثاني بنفس الطريقه، من بعد واش ندير، نزيد نقلبها خطره، ونزيد نقلب الكوتي الدوزيام ثاني خطره واحده اخرى، وهاولي كيفاش يجي السروال تاعكم منظم ومطبق بيه. نعاود لكم هذه الطريقه، تحطوا السروال ديالكم تحطوه فوق الطابله هكذا، من بعد نجيب الكوتي الاولاني هنا، قلت لكم وين نطوي هذيك الطويه الاولى، الكوتي الدوزيام كيف كيف، ومن بعد نجيبهم للزوج هكذا، من بعد نطويهم طويه واحده هاي ليك واحده فوق الاخرى، وتجيكم طويه شابه. الطريقه الثانيه فاش تعتمدوها كي يكون عندكم الضيق، وثاني كي تكونوا رايحين فواياج، هذيك الطويه تساعدكم تسمى المكان يقعد لكم بزاف بلاصه وتدو معاها بزاف حوايج. دوك نوريها لكم كيفاه. هاد الطويه واش ديروا، تشدوا السروال ديالكم كما راكم تشوفوا هكذا، واش ديروا تطبوه على زوج هاي ليك، ومن بعد واش ديروا الرجل هادي هادي اللي راهي منا اللي راهي من الفوق، واش ديروا لها، تجيبوها لهنا هكذا، من بعد تبداو تدوروا بعد تلووا هاي ليك. واش نديرو هاي ليك، نبدا نلوي في السروال ديالي هكذا، من بعد واش ندير، اليد هاد الرجل اللي راهي هنا واش ندير لها، نقلبها على راسها ونسيي ندخلها في هاد السروال. شوفوا هاي ليك تقلبوها، من بعد تدخلوا السروال ديالكم داخلها، صدقوني ما تشد لكمش كاع بلاصه، وتدو الحوايج قد ما تقدروا في لافاليز ديالكم، وان شاء الله باذن الله في ايام واحده اخرى اللي راهم جايين نوري لكم كيفاش توجدوا حقيبه السفر. شوفوا كيفاش تجي. نعاود لكم مع سروال اخر هاي ليك كما راكم تشوفوا، نطويه على اثنين هاوليك، طويتو على زوج، من بعد واش نديرلو، نشدو هاد اليدة نجيبوها رجل نجيبوها لهنا كيما راكو تشوفو، من بعد نطوي بالسروال ديالنا كيفاه قلتلكم نقعدو نلوو فيه هاوليك. من بعد نقلبوا هذا الرجل باش نلموا بها هذا السروال، بسم الله هاي ليك، شدوا هذا الرجل شوفوا دخلكم بكل سهوله، وما تخليلكمش تسمى ما تديلكمش المكان في لافاليز ديالكم. كيفاش يخرج الشميزي تاعكم، كيفاش تخرج الطويه تاعو تقولوا شريتوه جديد. نعاود لكم بشميزي واحد اخر، صدقوني هاد الطويات ينظموا لكم بزاف الخزانه ديالكم. هذه شميزي كما راكم تشوفوا فيها تاع الجين، واش ندير لها هنايا، نشد كي العاده لا بلونش ولا لاجوندا ولا قلت لكم كرتونه الحصول تكون على شكل مستطيل، تحطوها في الكول، من بعد واش ندير، هذه نوريكم طريقه نورمال، اللي ما عرفتش الطريقه الاولى تستخدم طريقه تاع تريكو هاي ليك. شوفوا كيفاه، انا بالعاني خليت لها هاد القفالي محلولي باش ما يتعودش هاد الاخر تاع القفالي. من بعد واش ندير لها، نطويها على زوج هاي ليك، من بعد نحي
لاجوندا ديالي ونزيد لها خضره. شوفوا كيفاش تخرج. صدقوني تقولوا شريتوهم جدد. هاي لي كل خزانه تاعكم تكون متبقى وتقعد تما ما شاء الله. كملت لي شوميز دوك نوريلكم كيفاش ديروا الخمارات تاعكم. بون لي عندها هذا كما راكم تشوفوه سنتر يجيو فيه الخمارات من الاحسن تشري لخاطش ما يشدلهاش مكان تعلق كاع الخمارات ديالها كما راكم تشوفوا يجيو فيه 12 سنتر عفوا في سنتر واحد تقولش دخلوا الخمارات تاعكم واحد حطوه هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا واذا ما عندكمش دوك نوريكم طريقه كيفاش وين ديروهم. انا عندي هاد السله تاع التنظيم اللي راكم تشوفوا فيها تقدروا تغلفوها باش تكون بريزونطابل. انا هذا راني حابه نغلفها شريت لها قماش راني غسلته ومن بعد باذن الله فيديو اخر نوريكم كيفاش راني رايحه نغلفها باذن الله. انا هذه واش حندير فيها نوريكم باش تقدروا ديروا فيها خمارات وتكون بريزونطابل وتحطوها وين حبيتوا زعما في الخزانه ولا عندكم بيرو هكا تحطوها فوق البيرو ترفدوا خمار ديالكم بكل سهوله. بسم الله على بركه الله. واش عندي هاملك الخمارات ديالي بون تاع ماما هادو واش ندير لهم نطويهم على زوج كما راكم تشوفوا هاوليك هكذا من بعد نزيد لهم على أربعة ومن بعد على ستة تسمى هكذا نطويهم ثلاث خطرات واش طويه ديزيام طروازيام ونحبس من بعد واش ندير لهم نقعد ندور فيهم هكذا ونحطهم في السله ديالي هكذا ما يشدوليش مكان. نزيد لكم خمار ثاني هاوليك انا كما راكم تشوفوا راني طويته على زوج دوك نزيد له خطره واحده اخرى ثلاثه من بعد ندورو قاعيتك هاوليك سقمو مليح منا من بعد نقعد ندور فيه وحده هاوليك حتى تلحقو للخمار من الاخر هاوليك نعاود لكم كيما هذا ثاني عاود درت له كيف كيف هاوليك نتمنى ان شاء الله تقدروا تسمى يعجبكم هذا الفيديو تقدروا تغتنموا الفرصه وديروا نهار معليش نهار تبقوا فيه الخزانه كيما انا واش خيرت انا الجمعه تعرفوا بلي الجمعه تاع الشغل تسمى خيرت الجمعه نقي كاع الدار ومن بعد بالسبت قلت نروح نتبق الخزاين هكذا باش تقعد الدار منظمه عملي كيما راكم تشوفوا شوفوا ما يشدلكمش كاع ما كان وتجي تسمى الخمارات تاعكم منظمين وتقدروا ترفدوا الخمار اللي يعجبكم تنحوه هاوليك كيما انا نحيد هذا زعما من مكانه نحيه وكي نكمل نغسلو ونعاود نردو للمكان تاعو كما كملت مع الخمارات نروحو في الاخر للسرابت بالنسبه اللي ما عندهاش ثاني مكان في الخزانه واش دير دير سله تاع التنظيم انا شفت وحده حمراء لقيت حمراء هذه الحمر يطول في العمر كما يقولوا جبتها قلت علاه ما نوريلكمش فيها كيفاش تقدروا تنظموا الطريقه الاولى تقدروا تطبقوهم نورمال كما راكم تشوفوا هاي ليك هاد السربيده واش ندير لها نطبقها مع الاول على زوج ندير لها هكذا نطبقها على زوج كما راكم تشوفوا انا دوكا نوتيليزي الطريقه اللي نطبقها نورمال هنا في الخزانه ومن بعد نشد كي العاده لاجوندا ديالي نحطها هنا وين تخلص السربيته ديالي من بعد نجيب الجهه الاولى لهنا نزيد الجهه الثانيه لهنا كما راكم تشوفوا من بعد نجيب الطويه الاولى والطويه الثانيه ونحي لاجوندا ديالي شوفوا كاش تجي طويه تجي مسقمه كما راكم تشوفوا وتقدروا تاني تنقصوا فيها زعما كيما طويتوها طوها برك على ثلاثه واحد
تنين ثلاثة هاي اللي كيفاش تجي تنجمو تاني تنقصو لها من العرض ديالها كيف هاك وطويتوها على زوج تزيدو لها خطرة على ثلاثة هاوليك من بعد تطبوها نورمال هاي اللي كتجي السربيتة تاعكم من الظلام هادي اللي حطوهم في الخزانة حتى هاد السلة تاني اللي حنوريكم طريقة تقدروا تحطوهم في بلاصة من فوق في الخزانة في كاش هكا باسكو كاين الخزاين اللي يجو فيهم وين تعلقوا سرابت ولا تجي واحد البلاكه هكذا وين تحطوا فيها الفراش ولا لي غيدو تاعكم كي تبقوه وتبدلوا الشورى تاعكم ولا تلقاو فيها تقدروا تحطوهم لتماك انا هنا كيما راكم تشوفوا مع الاول شديتها على زوج بالعرض دوك نشدها على زوج بصح بالطول هاي ليك كيما راكم تشوفوا نطويها على زوج كيما قلت لكم نطويها بالطول على زوج هاي ليك هاي ليك ومن بعد نزيد لها طويه واحده اخرى من بعد نديرها كيما درت الخمارات هادوك ولا لي شال واش ندير لها نقعد ندور فيها هاوليك صدقوني ما تشدلكمش كاع ما كان والسراب تاعكم تجبدوهم فاسيلمون هاي ليك شوفوا كيفاش تجي وتحطوها في السله تاعكم هاي ليك تحطوها هكا قلت لكم تطبوها على زوج ومن بعد تزيدوا لها هاي ليك على زوج على أربعة ومن بعد كيفاه دبروا حتى تخلص السربيته ديالكم هاي ليك وتحطوها في السله ديالكم كما راكم تشوفوا هذا هو الشكل النهائي تاع الحوايج اللي طبقتهم معكم نهار اليوم كما راكم تشوفوا قلت لكم يجوا في نيفو واحد شوفوا يجوا في نيفو واحد هادو تريكوات اللي طبقتهم مقبلات معكم وهادو لي شوميزي اللي راكم تشوفوا انا طبقت غير زوج لاخاطش الاخرين كانوا معلقين وما حبيتش نحيهم قلت معليش نخليهم وهادو تريكوات ثاني كما راكم تشوفوا شوفوا يجوا في طبقه وحده طبقه فوق طبقه وهذا الطيه الاولى تاع السروال وهذه الطويه الثانيه تاع السراول كما راكم تشوفوا سرابت الخمارات هادو لي بيجاما اللي وريتهم لكم عامله كاع عيتك اللي طبقتهم معكم نهار اليوم راني يعني لحقت نهايه الفيديو نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم الى عجبكم الفيديو ما عليكم غير ديروا لي جيم وتشتركوا في القناة بالضغط على زر صابوني وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد اليوم ان شاء الله بإذن الله حنبيبلي فيديو آخر خاص بالكيك الكيكة الرخامية نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتشوفوها لخاطر كيكة رائعة شكلا وذوقا صدقوني وبمقادير بسيطة